بنرجع مع أجنة ليلى من الليلة جنون. شو الشعور اليوم؟ والعانة والعانة الليلة. أنا كثير مبسوط إنه عم مضي وقت أكثر مع المتر، يعني حاسس أن هيك بوندينج هيك. لك خلو أتليست خلي أمي تحضر الدعاية، خلي أمي تحضر الحلقة تحضر دعاية طبعاً. طب متري انا كثير بحب ابني. انا كمان بتفهميه غلط. وبنتك؟ طيب رح اقطع لكم احاديث الصالونات الكثير شيك والكلاس تبعكم وننتقل للعبه الثانيه اللي هي كومينج سون. كومينج سون عندنا سيمون هو فؤاد، ريمون هو إلي، وسنتيا خليكم ضروري تقوموا، وسنتيا هي لوكو 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 لوكو. بعد ما خلص اسمك بكفي بعدين. Coming soon مع فؤاد يمين بدور سيمون، إلي متري بدور ريمون، وسنتيا كرم بدور الخادمة. سيمون وريمون تفضل. مع لفظ النون، سيمون وريمون أشهر حرامية بالمنطقة. مين أشهر حرامية بالمنطقة؟ اسكت أحسن ما أسرق لك صوتك. اسكت. هلا بفوتوا على البيوت وبيسرقوا الأذان. ليك شو؟ إيه؟ في بيت شايفه؟ إيه؟ بدنا نفوت عليه ونقرط الأذان. بركي كان سخن منحترق. لنقرطه نقرطه نسرقه يا حمار. فهم علي. فسر لي. بتقول لي نسرق الأذان. نسرق الأذان. ناخر الأذان. بركي كان سخن يا خي. من برده وبتضبه انت عرفت وين ومنضلنا ماشيين. سيمون طويل كتير وفشخاته كتير كبار. ريمون؟ وبيضلوا يحكوا قفاه. ريمون؟ اشبيك؟ الحقني ريمون. هلا ريمون قصير وناصح وبيضلوا محوزة. قرب ريمون. بيقرروا سيمون وريمون انه يروحوا عند بيت رئيس الشرطه ويسرقوه لانه سمعوا انه عنده اذان كبير بيسخن مي كثير بسرعه. اسمعني منيح ولا اسمعني حرام. اسمعني منيح، بيت رئيس الشرطه بدنا نروح. لحظه. بدنا نروح يا بطيسة. بدنا نروح. فاتوا كيلو فاتوا. اسحب لي اسحب لي الكيلوت. بدنا نروح. خلص بيقدم. بدنا نروح ونسرق له الأذان لأن عنده أذان كبير كتير وبيسخن الميات كتير بسرعة. شو فهمت؟ أي متى بترك لك الكيلوت؟ هلا اترك الكيلوت. هلا كل واحد منهم حامل بيلو. شو حامل؟ بيلو. البيلو. أنت بيلك كتير صغير. قربوا سيمون وريمون على الباب هن وعم يمشوا بطة ويعملوا كلبيوت تما يتشوفوا الكاميرايات المراقبة. وصلوا. ايه جيمس بوند. لا وصلوا عم يوصلوا على الباب.
هن وعم يوصلوا على الباب اجتوا الحزوقة لريمون. وصار سيمون يعيط عليه ويقول له يوقفها بس ريمون مش قادر. ليوقف الحزوقة وليوقف الحزوقة بدي اعمل بيبي. قال له اقطع نفس علق ايديك وعمل 10 بوش اب. اسمع شو اجتني فكره. اقطع نفس علق ايديك وعمل 10 بوش اب. كيف كيف تعملها كيف؟ كيف كيف؟ ايه علق ايديك ايه هيك هيدي البوش اب؟ اقطع نفس بتريح الظهر ولا ريمون؟ اي ظهر ليه؟ واخر شيء ما رقت الحزوقه الا ما شبقوا سيمون لريمون كف يا حرق عرضك صار سبع ساعات ما شفقني فوق. وقف طع وقف وقف في يشفقني كف مطرح بنبسط فيه؟ وقف وقف النص لا 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 وقف النص عيد الجملة ماريو. آخر شيء ما رأيت الحزوقة إلا ما شبقوا سيمون لريمون كف كتير قوي. من بعد ما وقفت الحزوقة قرروا إنه يفوتوا على البيت. بدنا نفوت على البيت يا حمار. إيه. ما بتحوزي جوا مثل البغل. إيه. سحب ريمون مفك البراغي. وفك الباب شوي شوي وفات. اعطيني مفك البراغي. في ريحه. هلا قال له سيمون لريمون انتبه. انتبه. رئيس الشرطه حاطط حمايه ليزر. رئيس الشرطه حاطط حمايه ليزر. العمى بقلبه. العمى. العمى شو انه بلا مخ. العمى شو حلو هيدا الشو يلي جوا. شو ليزر. لا هو الحمار هو الليزر اذا دقينا فيهم بدق الالارم يا سطله. فلازم يمرقوا بجسمهم من بين خيوط الليزر. بدنا نمرق بجسمنا من بين خيوط الليزر. انا جسمي بيقطع عند فيلك كثير كبير. يلا يا جاهز يا شوي شوي طوبس اكثر اكثر اكثر. يا خي انتبه خليك انتبه في خط ليزر هون شق فوق تناجد في خط ليزر هون. انا ليه ماسك لك صدرك؟ لوب فوق لوب لوب لك عاي انتبه انتبه. لا اهتم له بالكيلوت. كنت رح تدق فيه يا حمار اي بس كان فايت. ناسي لانه كان فايت الكيلوت. وفجاه بيدور عليهم الضو وبيشوفوا الخادمه لوكو لوكو نكا نكا شيكي لالا بو. حلو اسمي. هيدا اسمك. بتصرخ شو اسمك؟ اسمها لوكو لوكو نكا نكا سيكي سيكي لالا بو. لوكو لوكو نكا نكا سيكي سيكي لالا بو. ما سمعت شو؟ لوكو 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 نكا نكا سيكي سيكي لالا بو. شو؟ هو عريو. هو عريو. نحن 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 بنجي عند رئيس الشرطة بنرقص له. هو بيحب الاولاد يدفع لنا مصاري. فبتصرخ فيهم فبتصرخ فيهم صوتها العالي لدرجه بيتكسر كل ازاز البيت. نيمة نيمة بتبلش لوكو لوكو نكا نكا سيكي سيكي لالا بو تقول لهم انه رح تخبر المستر ويخبروه انه هن بس جايين يسرقوا الاظن. اوكي اسمعينا شوي خرس. لوكو لوكو نيكي نيكي ساكا ساكا بلا بو. سوري لوكو لوكو نكا 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 رئيس الشرطة. اعمل لوكو لوكو نكا نكا نحن بس جايين نسرق الأظان المي اللي بقلب الأظان بس. ايه
وما بتفهم ما بتفهم لوكو لوكو نكا نكا سيكي سيكي لابو شو يعني أزام ها ميلك؟ لا مش ميلك هلا بدك ميلك روئي شوية أزام ها كلاود شيتا 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 لا 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 مش كلا مش كلاود شيتا شيتا بصيروا يجربوا يفسروا لها بالحركة شو يعني أزام تعف اسني تعف اسني 30 60 90 مستر كار كار يس لا 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 فش 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 تك مش خايف خايف علام جو لا 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 نكا 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 تحت اوكي اظن بتفوتي بتك الديجونكتور ديجونكتور يا طق طق ايه بتك الديجونكتور اح اح شاور اح خاي اظن نور كهرباء نو ناو يا طيز اليوم موتر موتر مستر جي موتر اوبن تحت ودا مدام باسبورت ايربورت افتر تيك سريلانكا يس فهمها كلي كلي احكيها بلغتها اه كلي نتي كرندا كهر كده احكي معها بنو اظن لا نكا نكا ركمك شكا ديجي ديجي با بشيكو موروكو توكو 2 دولار Oh no! وهون لوكو لوكو نكا نكا سيكي سيكي لالا بو بتسأل السؤال الوجودي ليش بدهم يسرقوا الأذان؟ Why you take أذان؟ شو؟ Why you take أذان؟ No after my حمام Why you take Azam no after my hammam? فبيقرروا سيمون وريمون يخبروها ببلشوا سيمون وريمون يتذكروا لما كانوا صغار كانوا عايشين بمنطقة جردية بالشمال وين في سقعة كتير عندي بالضيعة معكار كانوا كتير فقرة وما معهم مصاري يجيبوا أذان كرمال يدفوا المي أنا خليكم أذان وأمهم يعني أنت صرت أمهم هلا أوكي معناتها وأمهم كانت تتحممون بمي مسقعة يا ماما بدكم تتحملوا المي لا يا ماما لا يا ماما حممينا بمي مسقعة ماما يا ماما برملي بقفاك يا ماما ماما عم ترعاني تيجي يا ماما قلت لك كم مرة تشخ تحتك كم مرة قلت لك هاي ماما طلع ريح طلع ريح دفي لي ايدي ليف خيط يا ماما ليف له ليف لي خيط او بره شوف لي شوف لي اني حلوة ماما انت بتسطلة ليف لي يا خي ليف لي أمهم كانت تحممهم بمي مسقعة ودائما من بعد ما يخلصوا الحمام قد ما المي تكون مسقعة كانوا يجمدوا من البرد كنت اجمد على الشوفة وتقعد أمهم تنفخ عليهم كرمال يرجعوا يفكوا شدي أكتر شدي أكتر شدي أكتر يا ماما ولي اقلع على ريحتك بتضلها بشعة حتى بعد الحمام ايه اقلع ماما ضربتني الماما باش تضربوا لخيك ولي ايه باش تضربوا لخيك ولي ماما ليه عم تضربيني ماما الله فرجيك يا فاطمة وبنهار فبنهار قرروا انه هن بدهم يسرقوا كل أزمات العالم ويركبون عندهم بالبيت معقولة سيمون وريمون يقنعوا لوكو لوكو نكا نكا سيكي سيكي لالا بو بقصتهم وتشفق عليهم وتخليهم ياخدوا الأزان سيمون وريمون حرمية الأوزون قريبا ليلى جنون بقدم قصة سيمون وريمون في حرامي بالمنطقة بدنا نفوت عليه
ونعرض الأزهر. بيقرروا أنه يسرقوا بيت رئيس الشرطة. مغامرات مشهد مثل التاريخ لتجنب كاميرات المراقبة. بس حزوقة ريمون بتهدد اللعبة كلها. وبتوصل الخادمة بالبيت يلي بتقرب تكشف اللعبة. وبيصيروا سيمون وريمون بيجربوا يسكتوها ويخبروها معاناتهم مع الحياة يلي خلتهم يصيروا حرامية. معقول الخادمة تتعاطف معهم وتساعدهم؟ سيمون وريمون حرامية الأزون.